رسالتي الصحية عن تأثير الصيام على صحة الجسم وبشكل خاص لمرضى السرطان. فالصيام هو جزء من عملية ترميم الجسم والموازنة بين البناء والهدم، فهو يعمل على تقليل السموم المتراكمة في الجسم وحموضة الدم، وبالتالي يبطئ من نمو الخلايا السرطانية ويرفع المناعة. بشكل عام يزيد من طاقة الجسم وينشط الدورة الدموية ويحسن من وظائف القلب. طبيا ينصح بالصيام بشكل عام لتحسين صحة الجسم ولتأخير أعراض الشيخوخة. فالصيام صحة، صوموا تصحوا.